تمام العاشرة مساء في مسقط. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار وفي أبرز عناوينها: رفع سرعة وكفاءة اتصالات النطاق العريض في حوار التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. جهود تبذل الآن لإنهاء المركز الحدودي وطريقة أيضاً الآن نعمل على إنهاء الجانب العماني. الانتهاء قريبا من إنجاز طريق تنعم رملة خيلة ومنفذ الربع الخالي الحدودي. مكتشفات أثرية في سناو تعود إلى 2300 عام، أبرزها مدفن يحوي سيفا وخنجرين من العاج. باب الفاتيكان يجمع الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي في مسعى من أجل إحياء عملية السلام. مرحبا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى توليه عرش المملكة. ضمنه جلالة السلطان المعظم خالص تهاني وصادق تمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، داعيا الله تعالى أن يعيد على جلالته هذه المناسبة وأمثالها وعلى الشعب الأردني الشقيق، وقد تحقق له كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بيترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا جديدا لبلاده. طمنها جلالة السلطان المعظم خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بالتوفيق في تحقيق المزيد من آمال وتطلعات الشعب الأوكراني الصديق ولعلاقات الصداقة بين البلدين اطراد التقدم التقدم والرقي. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أنيبال أنطونيو كافاكو سيلفا رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن تهانيه الصادقة وتمنياته الطيبة لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب البرتغالي الصديق اطراد التقدم والازدهار. تطوير خدمات الإنترنت فائق السرعة وبجودة عالية أحد أهداف استراتيجية وزارة النقل والاتصالات للاستثمار في مشاريع البنية الأساسية للاتصالات في السلطنة. أكد ذلك معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات خلال افتتاحه حلقة عمل لتشجيع التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشاريع البنية الأساسية للاتصالات. مع ازدياد الطلب على خدمات الانترنت ذات النطاق العريض وبسرعة فائقة، سرعت العديد من دول العالم من جهودها لتوسيع شبكات النطاق العريض باعتبارها عنصرا حاسما لتحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما تعمل عليه السلطنة لتتواكب مع استراتيجياتها لتوفير بنية أساسية للاتصالات جنبا إلى جنب مع خدمات البنى الأساسية الأخرى. هناك يعني تحدي نوعا ما بسبب الطبيعة الجغرافية العمان والوصول إلى كل مكان وإلى القرى البعيدة، وهناك أيضا ضغط شديد على استخدام نوع واحد وهو اللي هو الهاتف المتنقل في استخدام الانترنت، وهذا يعني مع زيادة المستخدمين وزيادة الطلب هناك دائما تبقى محدودية في الترددات ومحدودية في غيرها. وفي هذا الإطار جاءت حلقة عمل التكامل والشراكة في مشاريع البنية الأساسية للاتصالات وشبكات الألياف البصرية، والتي خصصت جلساتها لمناقشة تجارب الدول في مجال النطاق العريض والخطط المستقبلية للشركة العمانية للنطاق العريض. مشاريع النطاق العريض بدأت فعلا من عامين عن طريق الشراكة مع شركة حياة للمياه بمد الألياف البصرية في مسقط، وطبعا تم تنفيذ 25% في هذا الجانب. بالنسبة للمشاريع أو المحافظات الخارج مسقط، طبعا من بداية 2015 سنبدأ بتنفيذ مد الألياف البصرية في المجمعات السكنية والتجارية والصناعية.
وتحظى شبكات النطاق العريض بنفس الأهمية التي تحظى بها شبكات الطرق والكهرباء والمياه، كما أنها تشكل جزءا أساسيا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لما تلعبه من دور أساسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول. وحافظت السلطنة على ترتيبها بالنسبة لجاهزية الاتصالات وتقنية المعلومات، غير أنها لم تشهد تطورا ملحوظا في توفر خدمات النطاق العريض الثابت خلال السنوات الأخيرة. خدمة النطاق العريض أصبحت خدمة أساسية يحتاجها كل مواطن ومقيم وصاحب أعمال لإنجاز أعماله، ونحن نتمنى أن يكون هذا اللقاء نقلة نوعية للقطاع الاتصالات من خلال إحداث تكامل أكبر بين المؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات والاستفادة المثالية من البنية الأساسية الموجودة. أتوقع أنه راح يكون هناك في مستقبل زاهر في هذا المجال، وأتوقع أيضا أنه التنافسية جميلة جدا في مجال الاتصالات، خاصة وأنه مجال الاتصالات يعد من أكبر الطفرات السباقة في السرعة. النطاق العريض له فوائد في زيادة الاقتصاد المعرفي وزيادة الفاعلية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك رفع الناتج الإجمالي المحلي للسلطنة. وفي تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن الجودة متواصلة إن الجهود متواصلة للانتهاء من طريق تنعم رملة خيلة، وذلك من منفذ الربع الخالي. جهود تبذل الآن لإنهاء المركز الحدودي، وطريق أيضا الآن نعمل على إنهاء الجانب العماني. لكن بالنسبة إلى دولة إلى المملكة العربية السعودية، لا يوجد إلينا حتى الآن تاريخ معين بالضبط متى سيتم انتهاءه. مؤمل يعني بداية العام القادم، لكنه ليس هناك يعني تاريخ مؤكد إلى الآن، ومتى ما تأكدنا بالضبط سيتم الإعلان عنه بإذن الله. كشفت التنقيبات الأثرية التي قامت بها وزارة التراث والثقافة بنيابة سناو في ولاية المضيبي عن مكتشفات أثرية تعود إلى 2300 سنة، أبرزها قبر به رفات رجل دفن معه سيف يبلغ طوله 88 سنتيمترا، بالإضافة إلى خنجرين قرناهما من العاج ورداء وقبعة من الصوف. أعمال المسح التي تمت بالتعاون والتنسيق بين وزارتي التراث والثقافة والنقل والاتصالات كشفت أيضا عن مئات المقابر الأثرية التي تعود إلى فترة زمنية مختلفة منتشرة على مسافة 100 كيلومتر، حيث تم تنفيذ حفريات إنقاذية ل35 قبرا واقعا على مسار مشروع طريق سناو محوط الدقم الجديد بحوالي 22 كيلومترا جنوب نيابة سناو. وتعمل وزارة التراث والثقافة على صيانة وترميم هذه الأسلحة، بالإضافة إلى إعادة بناء نموذج لهذا القبر النادر في المتحف الوطني المزمع افتتاحه مع نهاية هذا العام. دعا الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والإسرائيلي شيمون بيريز إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط. والتقى الجانبان في الفاتيكان بمبادرة من البابا فرانسيس في محاولة لإحياء مفاوضات السلام التي تعطلت مؤخرا. بدأ الرئيسان الفلسطيني والإسرائيلي لقاء هو الأول من نوعه مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للصلاة سويا على أمل أن تبعث هذه المبادرة عملية السلام في الشرق الأوسط. وكان البابا الذي وجه دعوته بشكل مفاجئ للرئيسين خلال زيارته للأراضي المقدسة الشهر الماضي في استقبال الزعيمين أمام منزل الضيافة المتواضع الذي قرر الإقامة فيه بعدما رفض الإقامة في القصر البابوي. ربنا اجعل السلام الشامل والعادل يحل علينا وعلى ربوع منطقتنا، لينعم شعبنا وكل الشعوب الشرق الأوسط بل والمعمورة بثمار السلام والاستقرار والعيش المشترك. نريد السلام لنا ولجيراننا، والازدهار والطمأنينة لنا ولغيرنا. وهذا هو أول لقاء علني للرئيسين منذ أكثر من عام، ويجري بعد أكثر من شهر
على انهيار محادثات سلام فلسطينية إسرائيلية برعاية أمريكية وسط تبادل مرير للاتهامات. وقال البابا فرانسيس للرئيسين الإسرائيلي والفلسطيني إن عليهما الاستجابة لشعبيهما الطوقين للسلام في الشرق الأوسط وأن يجد القوة لمواصلة الحوار بشجاعة، مشيرا إلى أن الملايين في مختلف أنحاء العالم ومن كل العقائد يصلون سويا معهم من أجل السلام. وفي ختام المراسم شارك البابا الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي إلى جانب الزعيم الروحي للمسيحيين الأرثوذكس البطريرك بارثوليماوس في زرع شجرة زيتون وسط تصفيق الحضور. وتزامن لقاء الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي في الفاتيكان مع رفض الحكومات الإسرائيلية إلغاء الاعتقال الإداري واتخاذها قرارا بإرغام الأسرى المضربين منذ 45 يوما على تناول الطعام بالقوة، الأمر الذي اعتبرته بعض الجهات الفلسطينية حكما بالإعدام. من جهة أخرى، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لحزب يش عتيد تنص على انسحاب جزئي من مناطق في الضفة الغربية وتجميد الاستيطان واصفا إياها بالحماقة. موافقة بنيامين نتنياهو على توصية جهاز المخابرات الإسرائيلية رفض إلغاء الاعتقال الإداري وإرغام الأسرى المضربين على تناول الطعام بالقوة يعكس تطرفا ووضعا خطيرا على مستوى الاعتقال الإداري الذي تعتبره الجهات الفلسطينية عملية إعدام جماعي للأسرى المضربين عن الطعام منذ 45 يوما. إسرائيل تصاعد على كل المستويات تجاه الأسرى، هي تعود أو تتراجع عن اتفاق سابق خاص بموضوع الإضرابات الذي حقق بعد إضراب نفحة البطولي والذي استشهد فيه أسرى أيضا، وهي تتنكر أيضا لكل المواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن. ويضاف إلى الإطعام القسري للمعتقلين المضربين ما أقرته الحكومة الإسرائيلية بتعديلات في قانون يمنع العفو عن أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين، وهو ما أثار غضبا شعبيا فلسطينيا عبر عنه في مسيرات واعتصامات لذوي الأسرى ومؤسسات حقوقية انطلقت في معظم مدن الضفة الغربية. الرسائل التي وصلتنا من الأسرى تقول أنهم ماضون في هذا الإضراب حتى يكسر الاعتقال الإداري اللا أخلاقي ولا قانوني ولا إنساني، ونعتبر أنه قرارات الحكومة الإسرائيلية هي يعني اعتداء على خصوصية الإنسان. وفي الوقت الذي أعلن فيه عن عطاءات لإقامة 387 وحدة استيطانية في رمات شلومو في القدس المحتلة، رفض بنيامين نتنياهو في جلسة الليكود الخطة السياسية التي طرحها رئيس حزب هناك مستقبل يائير لبيد، والتي تنص على انسحاب إسرائيلي من مناطق عديدة في الضفة الغربية وتجميد البناء في المستوطنات، واصفا نتنياهو الخطة بالتهور. المعركة مكشوفة مع الاحتلال الذي يجب أن ينتهي وأن يكون هناك يعني تحرك سياسي ودولي لإنهاء الاحتلال على أراضي دولة فلسطين وإفعال قوانين الأمم المتحدة بخصوص إسرائيل كونها تخالف بشكل صريح كل مواثيق الحريات والحقوق التي نص عليها القانون الدولي. وفي موقف أكثر وضوحا، دعت وزيرة القضاء تسيفي ليفني إلى التعامل مع الحكومة الفلسطينية واعتبرت المستوطنات عبئا أخلاقيا وأمنيا على إسرائيل. بعد وقف التفاوض والعلاقة المتوترة مع واشنطن، يتفرغ بنيامين نتنياهو لتمرير مشاريع ضد الأسرى وأخرى ضد وقف الاستيطان أو من يعارضه في سياسته التوسعية. أحمد زكي العريدي، تلفزيون سلطنة عمان، فلسطين. وإلى الشأن المصري، حيث كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إبراهيم محلب رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل حكومة جديدة. ومع تقديمه لاستقالة حكومته، قال محلب إن الحكومة الحالية ستقوم بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة التي قال إنه لم يبدأ مشاورات تشكيلها بعد. هذا ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي رئيس الوزراء المكلف في وقت لاحق للبحث في التشكيل الوزاري الجديد، وتتوقع أوساط مصرية أن يحتفظ وزراء رئيسيون في الحكومة المستقيلة بمناصبهم في الحكومة الجديدة.
في الشأن الليبي، قضت المحكمة العليا في ليبيا بعدم دستورية انتخاب المؤتمر الوطني العام لأحمد معيتيق رئيس الوزراء قبل نحو شهر، وسارع كل من المؤتمر الوطني العام الليبي وأحمد معيتيق إلى إعلان احترامهما لهذا القرار. وأعرب معيتيق عن أمله في أن تساهم الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 25 من الشهر الحالي في استقرار ليبيا. ويأتي قرار المحكمة بناء على طعون تقدم بها أعضاء من المؤتمر الوطني العام تشكك في صحة انتخاب معيتيق خلفا لعبد الله الثني رئيس حكومة تصريف الأعمال بدعوى عدم حصوله على النصاب القانوني. باسم الشعب. بحث نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران بيل بيرنز العلاقات بين بغداد وأربيل بالإضافة إلى نتائج الانتخابات العراقية. ميدانيا تتواصل المعارك بين القوات الأمنية ومسلحين في محافظات الأنبار والموصل، والتي شهدت هي الأخرى موجة نزوح جماعي. دخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر على خط الأزمة النفطية المستعصية بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان بوصول وفد رسمي أمريكي إلى أربيل برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق لتوسط في حل بين المركز والإقليم بشأن تصدير النفط. الوفد الأمريكي وعقب لقائه محافظ كركوك أغنى مدن العراق النفطية أكد أن بلاده لا تؤيد تصدير النفط من أي منطقة في العراق من دون موافقة الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن واشنطن طرحت مقترحا لحل النزاع النفطي بين بغداد وكردستان من خلال تسليم الإقليم حصته من مبيعات النفط العراقي شهريا بشكل مباشر إلى الحكومة الاتحادية، وهو ما ترفضه حكومة الإقليم. دائما الإدارة الأمريكية لها التأثير الأكبر خصوصا على الأخوة في إقليم كردستان، وبالتالي يعني ربما دائما عملية تدخلهم هي تكون لمصلحة الأخوة في إقليم كردستان. أعتقد أن التدخل الأمريكي ربما يأتي وكله مع التمسك بالأساسيات. إعادة اللحمة داخل البيت السياسي قد تحتاج إلى جهود أكثر في ظل معركة شرسة تشهدها محافظة الأنبار والموصل بين القوات الأمنية والمسلحين المسيطرين على عدة أحياء في المحافظتين، إضافة إلى عملية النزوح الجماعي والهجرة للعوائل خارج مدنها. هي بالتأكيد مناورة عسكرية ومحاولة تخفيف للزخم، وبنفس الوقت أيضا مؤشر على وجود جدي لقوات داعش في هذه المحافظة الساخنة، وخصوصا في محافظة الموصل ومحافظة الأنبار ومحافظة صلاح الدين وسامراء، وكذلك مناطق أخرى في الحلة وفي ديالة. وعلى صعيد الأمن في محافظة الأنبار، فرضت قيادة عمليات الأنبار حظرا للتجول على الرمادي على خلفية انفجار سيارة مفخخة أوقع الضحايا في صفوف القوات الأمنية. يرى مراقبون أن تحرك الولايات المتحدة باتجاه حلحلة الأزمة بين بغداد وأربيل ربما تنزع فتيل أزمة غير مسبوقة عنوانها الأبرز الذهب الأسود. لتلفزيون سلطنة عمان، ناغم التميمي، بغداد. تعهدت تركيا وإيران بالتعاون من أجل وضع حد للنزاعات في منطقة الشرق الأوسط خاصة في سوريا. جاء ذلك في ختام محادثات في إسطنبول أجراها الرئيسان التركي عبد الله جول والإيراني حسن روحاني، الذي أكد أن طهران وأنقرة عازمتان على محاربة التطرف والإرهاب في المنطقة، معتبرا في الوقت ذاته أن الأزمات التي تمر بها المنطقة لا تخدم العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. أعلن مسؤولون باكستانيون استئناف الرحلات الجوية في مطار كراتشي عقب هجوم تعرض له المطار، وقتل ما لا يقل عن 30 شخصا بينهم 10 يشتبه أنهم من المهاجمين خلال مواجهات مسلحة استمرت 6 ساعات بين قوات الأمن الباكستانية والمسلحين الذين اقتحموا المطار. وأعلنت حركة طالبان باكستان وقوفها وراء الهجوم واصفة إياه بأنه جاء انتقاما لمقتل مدنيين في هجمات جوية نفذتها القوات الباكستانية في مناطق قريبة من الحدود الأفغانية. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها ولكن بعد قليل.
مرصد الأخضر في نيابة سمد الشان نافذة مشرعة نحو السماء أمام هواة علم الفلك. رفع سرعة وكفاءة اتصالات النطاق العريض في حوار التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. جهود تبذل الآن لإنهاء المركز الحدودي، وطريقة أيضاً الآن نعمل على إنهاء الجانب العماني. الانتهاء قريبا من إنجاز طريق تنعم رملة خيلة ومنفذ الربع الخالي الحدودي. مكتشفات أثرية في سناو تعود إلى 2300 عام، أبرزها مدفن يحوي سيفا وخنجرين من العاد. باب الفاتيكان يجمع الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي في مسعى من أجل إحياء عملية السلام. في ظل التطور التنموي المتسارع بالسلطنة وما يتطلبه ذلك من توظيف التقنيات الحديثة لتيسير المعاملات اللازمة، تأتي أهمية تطوير نظام إنجاز التأشيرات بشرطة عمان السلطانية. ويتطلع بعض المراجعين إلى تطوير الموقع الإلكتروني للشرطة بحيث يسمح بإنجاز التأشيرات إلكترونيا، وذلك لتخليص معاملاتهم بشكل أسرع يجنبهم الازدحام والمشكلات المترتبة على بطء الإجراءات. الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية في مجال تخليص إجراءات التأشيرات هي امتداد للجهود التي تسعى من خلالها إلى توظيف النظم الإلكترونية. ونظرا لكثرة التأشيرات المقدمة بمحافظة مسقط وما يسببه هذا من بطء في سير العمل، فإن الواقع يفرض إجراء تحسينات في تخليصها. المواطنون يتطلعون إلى إنجاز الطلبات إلكترونيا بما يوفر الوقت والجهد. الحل الوحيد أنا أشوف أن تكون الأشياء أغلبها إلكترونية. الإلكترونية تسهل على الناس، تقلل على الموظفين مثلا، تقلل على المراجعات، لأن الشخص مثلا عنده عشرات العمال، فكيف كل يوم يأخذ من معه جوازين أو ثلاث جوازات؟ ماذا يستفيد الشخص يعني؟ اللي مثلا عنده 40 عامل أو 20 عامل، كل يوم يستلم ثلاثة أو أربعة جوازات، كم يوم هذا الشخص؟ وهل هذا الشخص فاضي مثلا؟ وهل كل شخص عنده مثلا مندوب يقدر يوظف مندوب أن يخلص له هذه المعاملات؟ اقتصار النظام على استيعاب عدد محدود من المعاملات يعد من أبرز المآخذ عليه. يعني كل فترة لحق لك أي شركة جوازين، خاصة الفترة المسائية والصباح ممكن ثلاث جوازات، كذلك الحالة بالنسبة للتأشيرات. وهذا أيضا بالنسبة للصناديق، عندما تستفسر يرجعوك للصناديق، الصناديق أيضا ما متوفرة. يأخذون معاملة أو معاملتين بالكثير، إذا زادوا ثلاثة، بينما الناس تجيب خمس إلى ست معاملات ويضطروا يتكدسوا في مكان الجوازات. مغادرة الموظفين طاولات تخليص الإجراءات ونقص عددهم يمكن أن يؤدي إلى بعض المشكلات في بيئة العمل كما يرى بعض المراجعين. الدمغ أو الاستفسارات، نفس الشخص اللي يقدم المعاملة يروح يجيب لك المعاملة، وهو الشخص يجتهد وكيف قدر استطاعته ولكن خارج عن إرادته، بس ما يعني من ذات نفسه لأنه ما عنده بديل اللي يساعده. بعض الأحيان احنا نشوف ناس دي بسبب كثرة الانتظار، في عن ناس عندها أرقام وفي ناس دقيقة وتخش عمرها يعني مباشرة يعني زلحان وما تعرف كيف يعني تم العملية. السبب هذا اضطراب كبير جدا ومشادات ما بين الموظفين والمنتظرين. يعني مثلا الواحد يجي من الساعة 2 يوصل دور الساعة 5 والساعة 4:30، يعني كيف الحال يكون طالع من دوام الإنسان، يجي يخلص مأذونية واحدة أو مأذونيتين، في النهاية يعني انتظر ثلاث ساعات.
وهكذا فالتطور التنموي المتسارع الذي تشهده السلطنة وما يتطلبه من زيادة الطلب على التأشيرات في أحد جوانبه حتم البحث عن سبل جديدة أكثر فاعلية وسرعة. الآلية المتبعة في تخليص التأشيرات لا زالت تتسبب في وجود الكثير من الازدحام وعدد المنتظرين، وبالتالي يتطلب هذا الأمر البحث عن آلية أخرى من أجل أن تكون الطلبات أكثر مرونة وأكثر سهولة في استخراج التأشيرات. يعقوب بن سليمان المعمري، مسقط. العلاقات بين السلطنة وإيطاليا كانت ضمن محاور لقاء معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار مع العقيد بحري دافيدي بيرنا قائد السفينة الإيطالية ميمبلي والعقيد ستيفانو كريمنتري الملحق العسكري بالسفارة الإيطالية بمسقط. اللقاء تضمن كذلك بحث واستعراض العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. لطفا ساعدوهم، مشروع تطوعي بمحافظة البريمي يسعى إلى توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الأماكن العامة في المدن والقرى نظيفة خالية من التلوث. كما يسعى المشروع الذي تتبناه مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع بلدية البريمي إلى بث روح الوعي والتعاون مع عمال النظافة للقيام بأعمالهم لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة. تعزيز مفهوم النظافة والرقابة الذاتية في المجتمع وإيجاد التكافل والتعاون مع عامل النظافة ومهمته في إبقاء بيئتنا نظيفة وصحية هي المساعي الحميدة التي يسعى إليها القائمون على مشروع لطفا ساعدوهم. يهدف هذا المشروع لتطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة بشكل عملي. الأمر الآخر، يهدف هذا المشروع من أجل نشر الوعي لدى أفراد المجتمع أن النظافة أو مسؤولية النظافة ليست مقتصرة على عمال النظافة أو مؤسسة بعينها، وإنما مسؤولية النظافة هي مسؤولية جميع أفراد المجتمع. عمل التطوعي بالنسبة لشرائح المجتمع سواء أهلية أو غيرها أو مدارس يحبوا يتطوعوا في أي عمل يخدم المجتمع، نحن كبلدية نقدم لهم دعمنا الكامل وراح نوقف عندهم إن شاء الله بما يوصل العمل التطوعي أو الخدمة اللي يحبوا يقدمونها. ويهدف هذا المشروع إلى خلق نظرة احترام للعامل ويرشد المواطن إلى مساعدته وإعانته من خلال حفاظه على البيئة ورمي المخلفات في أماكنها المخصصة، كما يعزز حب العطاء والتصدق من خلال التوعية على توزيع الماء بين العمال. توزيع الماء والمرطبات على هذه الفئة العمالية تعبير عن شكرنا وتقديرنا لهالفئة اللي تعمل تحت حرارة الشمس في أوقات الظهيرة. لطفا ساعدوهم مشروع يبث رسائل توعوية قيمة ويدعو إلى تعزيز وترسيخ القيم الحميدة في المجتمع. عيسى بن خلفان الكعبي، ولاية البريمي. تجذب مراقبة النجوم والأجرام السماوية العديد من الأشخاص حول العالم، الأمر الذي يجعل من المراصد الفلكية وجهة للمهتمين بهذه الهواية. ويأتي المرصد الفلكي الذي افتتح بقرية الأخضر في نيابة سمن الشان بمحافظة شمال الشرقية كنافذة مشرعة نحو السماء يطل من خلالها المواطنون والزوار على جماليات علم الفلك. جاءوا هنا جميعا يناظرون القمر بمرصد فلكي تبنى فكرته شباب قرية الأخضر بنيابة سمر الشان، فكرة لاقت استحسان الجميع من صغار وكبار، فاستمعوا أولا لفكرة المشروع وأهدافه ومدى أهميته في عالم الفلك، فكانت الكلمات معبرة بوصف دقيق لمرصد سمر الشان الفلكي. بالنسبة لهذا المرصد وأهمية نيابة سمر الشان ولاية المضيبي كعامة، هو وجود جيل مثقف فلكي يعيد ذكريات الأمجاد والأجداد في هذا الجانب. طبعا فكرة هذا الإنشاء هي لعمل دورات للطلاب، لعمل ندوات، لعمل محاضرات بشكل يومي، ولعمل رصد لأهلة
والكواكب والمجرات والتعرف على العالم الخارجي. يوسف السالمي مدير مرصد الحوقين الفلكي أتى بخبرته الفلكية ليتناول تفاصيل أدق عن المراصد الفلكية، فكان الشرح نظريا والتطبيق عملي في ذلك، فشاهد الجميع القمر عن قرب من خلال هذا المرصد الفلكي. الفلك هو علم قديم اهتم به العماني على مر التاريخ، ونلاحظ مثل ما ذكرت انه لو رحنا اي قريه عمانيه نجد ما شاء الله لها اثار فلكيه موجوده، مدن اللمد مثلا، وجدنا حتى وجدنا الاهالي يحسبوا على النجوم في تحديد قسمه المياه وتقسيم المياه في بين الاهالي، فهذا له تاريخ عميق جدا، والحمد لله احياء هذا التاريخ له شيء يعني شيء اساسي ومهم جدا. والحمد لله أنا في وعي من الفرق والأندية على مستوى السلطنة، نشأنا عدة مراصد فلكية على مستوى السلطنة، والحمد لله رب العالمين. طبعا الأجهزة هذه بالتعاون وتكاتف الجميع، من خلال هذه الأجهزة نستطيع أن نرى كامل معالم القمر مثل ما شفنا في قبل شوية في المحاضرة، وكذلك الكواكب والمجرات والسدم، وغير ذلك أحياء لهذا التاريخ العظيم اللي يعيشه لأنه كان في التاريخ العماني اللي يحيا به. إذن المرصد سيعمل على استكشاف الفضاء الخارجي من كواكب ونجوم ومجرات وتحري الأهلة، وليعرف المجتمع بالرصد الفلكي وأهميته. مرصد السمد الشان الفلكي يعد إضافة جديدة إلى جملة المراصد الفلكية في السلطنة، والذي جاء بجهود ذاتية في قرية الأخضر بنيابة سمد الشان. سعيد بن سيف الحبسي من قرية الأخضر، نيابة سمد الشان، ولاية المضيبي، محافظة شمال الشرقية. أما الآن فننتقل بكم إلى أهم الأخبار الاقتصادية، يوافيكم بها الزميل خلفان بن سعيد العامري. اقتصادية برعاية زقانق دجاج الصفاء، برجر دجاج الصفاء، قطع دجاج الصفاء. هل هناك المزيد؟ أنا أحافظ على صحة وسعادة عائلتي بتقديم منتجات الصفا دائماً. 100% حلال، 100% طبيعي وشهي، 100% عماني، طازجة وطبيعية وشهية مع كل لقمة. السلام عليكم، أخبار الاقتصاد وتتابعون. وزارة القوى العاملة تسجل 921 باحثاً عن عمل خلال الشهر المصرم. بلغ عدد الباحثين عن عمل المسجلين خلال الشهر المنصرم 921 باحثا بمختلف المستويات العلمية، وسجلت محافظة شمال الباطنة النسبة الأكبر من عدد الباحثين عن عمل، حيث وصل عددهم إلى 225 باحثا. التقرير التالي يعرض المزيد. على غرار بعض من سبقهم وبعد انتهائهم من دراستهم، قدم الباحثون عن عمل بمختلف مستوياتهم العلمية للتسجيل في سجل القوى العاملة ليحظوا بفرص عمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. الباحثون المسجلون خلال الشهر المنصرم بلغ عددهم الإجمالي 921، إذ تصدر القائمة حسب المستوى العلمي ما دون دبلوم التعليم العام بعدد 546، وبلغ عدد المسجلين من حملة الدبلوم العام 320 باحثا، فيما بلغ عددهم من حملة الدبلوم الجامعي 14 باحثا، أما الجامعيون فعددهم 39، فيما بلغ عدد المسجلين من حملة الماجستير 2 من الباحثين. وحسب المحافظات تصدرت شمال الباطنة النسبة الأكبر من عدد الباحثين عن عمل، إذ وصل عددهم 225، تلتها محافظة مسقط بعدد 178، فيما سجلت محافظة مسندم باحثا واحدا. ارتفع عدد زوار القلاع والحصون في العام الماضي بنسبة 12% ليصل إلى نحو 208,000 زائر. وأشارت وزارة السياحة إلى أن الزوار الأجانب يشكلون 70% من إجمالي زوار القلاع والحصون، فيما شكل المواطنون ما نسبته 11%. وتشرف وزارة السياحة على تطوير 23 قلعة موزعة على مختلف محافظات السلطنة. ورعت الوزارة في التطوير عدم المساس بهوية الموقع الأصلي وإدخال الأفكار التطويرية بما يتناسب والمكونات الثقافية للحصن والقلعة.
أغلق مؤشر سوق مسقط الأوراق المالية منخفضا ب 18% ليغلق عند مستوى 6933 نقطة، وارتفعت قيمة التداول في السوق بنحو 5% لتصل 4,220,000 ريال عماني، فيما انخفضت القيمة السوقية ب 9% لتبلغ 14,600,000,000 ريال عماني، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني بنسبة 7.5%. تراجع اليورو مقابل الدولار بفعل اتساع الفارق بين عائدات سندات الخزانة الأمريكية والسندات الألمانية لأعلى مستوى منذ عدة سنوات، وانخفض اليورو بنسبة 15% ليصل إلى دولار و36 سنتا، فيما احتفظ الدولار بمكاسبه التي حققها بعد صدور بيانات الوظائف الجمعة الماضية، وارتفع الدولار بنسبة 1% ليصل إلى نحو 103 ين، كما ارتفع الدولار الإسترالي بنسبة 3% ليبلغ 93 سنتا أمريكيا. في إندونيسيا أدى نمو الاقتصاد في السنوات الأخيرة لازدياد عدد المستثمرين الأجانب، وتوقع المحللون الاقتصاديون أن يساهم الاستثمار الخارجي في رفع الطبقة المتوسطة والغنية. تحظى إندونيسيا بالعديد من الأسباب التي تدفعك كمستثمر لمراقبة الأوضاع فيها عن كثب، أهمها قوة قاعدتها الاستهلاكية البالغ تعدادها السكاني قرابة 238 مليون نسمة، وهي ما تجعل سوقها محركا دافعا للنمو بالبلاد. ورغم وجود عوامل أخرى لجعل إندونيسيا محط أنظار المستثمرين مثل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في يوليو المقبل ووفرة مواردها الطبيعية، فإن العامل السكاني يعتبر الأهم، خاصة في ظل النمو المتوقع غير المسبوق في طبقتها الوسطى والأغنياء بنهاية العقد الجاري الذي سيجعل طاقتها الاستهلاكية بالغة القيمة. وقبل عامين سابقين بلغت الطبقة المتوسطة في إندونيسيا نحو 41.5 مليون نسمة، و23 مليونا صنفوا على أنهم من الأغنياء، بالإضافة إلى 6.6 ملايين من النخبة، ومن المتوقع أن تتعاظم هذه الأرقام أكثر في عام 2020. وتنبع هذه الثروات الجديدة في إندونيسيا من ازدهار الموارد الطبيعية، إلا أن نمو قطاع التصنيع وتوفير فرص عمل على كافة المستويات ساهم أيضا في ازدهار البلاد، ودفع ذلك المستهلكين إلى الإقبال بقوة على كافة المنتجات بدءا من السيارات وحتى السلع الإلكترونية، وهو ما زاد من توقعات محللين بارتفاع الطلب على الخدمات المالية وسلع الرفاهية والرعاية الصحية بأكثر من 5%. وفي ظل هذا أصبح اقتصاد إندونيسيا الصاعد بقوة قبلة لا يمكن للمستثمرين تجاهلها. أخبار الاقتصاد انتهت، شكرا على كرم المتابعة وعودة إلى علي وعيد. النشرة الاقتصادية برعاية نقانق دجاج الصفاء، برجر دجاج الصفاء، قطع دجاج الصفاء. أنا أحافظ على صحة وسعادة عائلتي بتقديم منتجات الصفا دائما. 100% حلال، 100% طبيعي وشهي، 100% عماني، طازجة وطبيعية وشهية مع كل لقمة. أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ في منطقة سيبيريا الجنوبية بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات أدت إلى نزوح آلاف الأشخاص عن مساكنهم. كما شهدت أفغانستان والصومال فيضانات غزيرة أدت إلى وفاة العشرات وتدمير العديد من القرى والمزارع. السلطات الروسية تعلن حالة الطوارئ في منطقة سيبيريا الجنوبية بعد أن تسببت الأمطار في حدوث فيضانات أدت إلى نزوح آلاف الأشخاص عن مساكنهم. الفيضانات غمرت أكثر من 15 جسرا والعديد من الطرق. أمطار غزيرة شهدتها كذلك المناطق الشمالية من أفغانستان متسببة في إغراق العديد من القرى والمزارع. السلطات الأفغانية أكدت وفاة مئات الأشخاص، فيما لجأ آلاف المتضررين إلى أماكن أكثر أمنا. ويعاني هؤلاء الفارون من عدم توفر ما يسد الرمق جراء إغلاق الطرق التي تضررت بفعل مياه الأمطار. الفيضانات أيضا اجتاحت مدينة كيسمايو في الصومال وألحقت أضرارا بالغة بمخيمات اللاجئين وساكنيها،
ففي مخيم تاوكال للنازحين غرب العاصمة مقديشو أسفرت الفيضانات عن فقدان عدد من الأطفال وحدوث أضرار ببنية المخيمات المؤقتة، فضلا عن تشريد ما يربو على 300 أسرة. وناشد النازحون السلطات بتقديم مساعدات عاجلة. سلط معرض كيومبتكس العالمي في العاصمة التايوانية تايبيه للتكنولوجيا الأضواء على ما يعرف بالإكسسوارات الذكية، فقد صممت شركة أكيو التايوانية لباسا مزودا بأسلاك كهربائية يقيس دقات القلب وعدد السعرات الحرارية المحروقة، ويقوم اللباس بنقل المعطيات المسجلة إلى هاتف ذكي أو جهاز لوحي بواسطة تقنية البلوتوث. ويناسب هذا اللباس الرياضيين، وهو مصمم أصلا لسائقي الحافلات في تايوان الذين باتوا يرتدونه اعتبارا من هذا العام لمراقبة وضعهم الصحي وبالتالي تفادي الإرهاق خلال القيادة. بعيدا عن أخبار العنف السائدة في العراق، بدأ مقهى بمدينة السليمانية كلوحة فنية تقليدية جاذبة للزوار وسط مظاهر الحياة العصرية. مقهى 11، والذي كان بيتا لكاتب كردي معروف، أصبح بطرازه المعماري البسيط وهدوئه مقصدا للشعراء والكتاب والفنانين. صار مقهى 11 بأثاثه البسيط وجوه المنزلي مكانا مفضلا لسكان مدينة السليمانية في شرق العراق وزوارها الأجانب. وافتتح المقهى عام 2011، وبات منذ ذلك الحين ملتقى للأفراد والعائلات من مختلف الجنسيات، حيث يجتذبهم جو المكان التقليدي المريح. وترتاد الشيلان على مقهى 11 في معظم الأيام منذ افتتاحه قبل 4 سنوات، وتقول إنه يبعث لدى زبائنه شعورا بالارتياح وبأنهم في بيوتهم. وأثاث المقهى مقاعد من الطراز القديم وطاولات صغيرة، بينما وضعت في حديقته الخارجية مقاعد وأرائق خشبية من الطراز التقليدي. وصار المكان أيضا ملتقا للشعراء والكتاب والموسيقيين، كما يضم لوحات لفنانين محليين. ويملك المقهى جمال يانغواني المصور الذي يعمل في مجال السينما، وذكر أنه أراد إنشاء مكان تقليدي الطراز يشعر الناس فيه بالراحة والألفة وسط كل المظاهر العصرية التي تملأ السليمانية. واختار بانغواني منزل الكاتب الكردي الراحل أحمد الخواجة وحوله إلى مقهى مع الحفاظ على طرازه المعماري. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز العناوين. رفع سرعة وكفاءة اتصالات النطاق العريض في حوار التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. جهود تبذل الآن لإنهاء المركز الحدودي، وطريقة أيضا الآن نعمل على إنهاء الجانب العماني. الانتهاء قريبا من إنجاز طريق تنعم رملة خيلة ومنفذ الربع الخالي الحدودي. مكتشفات أثرية في سناء تعود إلى 2300 عام، أبرزها مدفن يحوي سيفا وخنجرين من العاج. باب الفاتيكان يجمع الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي في مسعى من أجل إحياء عملية السلام. نهاية نشرة، دمتم في حفظ الله ورعايته. نشرتنا القادمة تأتيكم في تمام الواحدة بعد انتصار الليل. إلى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا وإلى آخر الأحوال الجوية. مثلما تلاحظون من آخر صور الأقمار الاصطناعية، رصد منخفض جوي مداري هنا في الجنوب الشرقي لبحر العرب، ولكن بعيد جدا عن سواحل السلطنة. يبعد مركز المنخفض تقريبا عن أقرب نقطة لسواحل السلطنة حوالي 1300 كيلومتر. الفرصة متاحة أمام هذا المنخفض خلال 48 ساعة القادمة إلى التطور إلى منخفض مداري عميق أو حتى إلى عاصفة مدارية، ولكن حتى الآن لا توجد مؤشرات جيدة بتأثر أجواء السلطنة بشكل مباشر جراء هذا المنخفض خلال الخمسة أيام القادمة بمشيئة الله. نحن هنا في الأرصاد الجوية نراقب الوضع عن كثب، نرصد ونحلل ونتابع ونستنتج، وبالتالي نضع الحقائق مباشرة أمامكم بكل شفافية. إذن مباشرة إلى أجواء السلطنة، مثلما تلاحظون هنا حركة الرياح للنهار القادم، معظم الرياح على الوسطى وظفار، رياح شمالية إلى شمالية غربية والرياح جنوبية غربية نشطة هنا على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب. البحر متوسط الموج ويصل أقصى ارتفاع له 2.5 متر، والرطوبة النسبية تتراوح بين 45 وال 95%. وهنا أيضا شمالا في محافظة مسندم الرياح جنوبية غربية غرب المحافظة، وحالة البحر هادئ الموج ويصل أقصى ارتفاع له مترا واحدا وربع المتر. وعلى سواحل بحر عمان الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ولكن أحيانا تتحول إلى شمالية شرقية، والبحر متوسط الموج ويصل أقصى ارتفاع له مترا واحدا ونصف المتر، والرطوبة النسبية بين 15 و55%. إذا سواحل السلطنة آمنة ولا يسجل أي ارتفاع للموج حتى الآن، فقط للطمأنة. ومباشرة إلى أجواء مسقط المشمسة ودرجة الحرارة حول منتصف الأربعينات، في الرستاق 45، والأجواء مشمسة بشكل عام حتى هنا في شمال الباطنة، سحار تصل إلى أوائل الأربعينات، وحول منتصف الأربعينات في أقصى شمال السلطنة في خصب 45 درجة مئوية. في شمال الشرقية إبرة 45 درجة، والأجواء جافة بالفعل وحارة في نزوة 45 درجة. أيضا جبل شمس ألطف 19 درجة، 46 درجة مئوية هنا في عبري مع أجواء مشمسة، وحول منتصف الأربعينات تبقى درجات الحرارة في محافظة البريمي. محافظة ظفار تدفق بعض السحب والأجواء لطيفة بالفعل، 32 درجة في صلالة ولكنها 42 هناك في ثمريت مع أجواء مشمسة، 44 درجة هنا في هيمة أيضا مع أجواء مشمسة وجافة بالفعل. في مصيرة درجة الحرارة تصل إلى أوائل الأربعينات، وأيضا الأجواء مشمسة وحول منتصف الأربعينات مثلما تلاحظون هنا في صور 45 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا من أخبار للطقس، لا تلتفتوا للشائعات. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.